أهلا بكم ولادي وبناتي مرة تانية، بكمل معاكم في حل الامتحانات المكسويلية، ومعانا النموذج رقم 3 في التحليل الكيفي. أول سؤال بيقول لي عند إضافة محلول النشادر إلى أيون إكس موجب 2 يحتوي على 4 إلكترونات مفردة. أول ما قال لي يا شباب ويا بنات 4 إلكترونات مفردة وهو ده موجب 2، يبقى زن ده يعتبر الحديد. وبيقول لي يعتبر رصب ايه؟ طبعا مع محلول نشادر والحديد يديك رصب ايه؟ الحديد الثنائي رصب ابيض مغدر، فالاجابه رقم ج. سؤال رقم 2 بيقول لك اجريت التجارب التاليه على الملح، وبعدين بيقول لك محلول الملح مع كبريتيت الصوديوم كون رصب ابيض، وبعدين بيقول لك محلول الملح مع حمض الهيدروكلوريك كون رصب ابيض. طبعا محلول الملح يبقى دي عباره عن كاتيون وده عباره عن انيون. طيب هنا كان عندنا محلول ملح مع الجزء الاول، الجزء ده يعتبر كاتيون الفضه، طب والجزء ده يعتبر النطرات. طب بيقول لك تدل المشاهدات ان الملح هو ايه؟ هو عايز اسم الملح، يبقى اذا ده يعتبر ايه؟ نطرات الفضه، يبقى الاجابه نطرات الفضه. انا ما عنديش حاجه فيها فضه هنا خالص غير رقم الف، يبقى بالاستبعاد خدنا رقم الف. سؤال رقم 3 بيقول لك عند امرار غاز اكس على محلول واي تكون رصب ابيض، وعند اضافه المزيد من الغاز على الرصب تكون محلول دبليو، ده معناه اختفى، وعند تسخين المحلول دبليو يتحول الرصب زد الى الرصب زد. تعالوا بقى نجرب. لو احنا مثلا قلنا غاز ثاني اكسيد الكربون عديناه على هيدروكسيد الكالسيوم اعطاني رصب، والرصب ده قلنا لو عدينا زيادة من ثاني أكسيد الكربون هيتحول التعكير إلى بيكربونات، يبقى الإجابة رقم د. سؤال رقم 4 أيا مما يأتي ليست من خواص أول أكسيد الكربون وأكسيد النيتريك معا، ليست من خواص، طبعا تتغير لونها في الهواء لأن NO هيتغير لونه إلى NO2، ده كان عديم اللون يتحول لبني محمر. سؤال رقم 5 يمكن استخدام الماء النقي للتمييز بين، طبعا الماء النقي نطرات الصوديوم وكلوريد الصوديوم دول بيدوبوا مش هيميز، فوسفات الباريوم وكبريتات الباريوم دول رواسب مش هيدوبوا في المية برضه، فلز النحاس وفلز السكنديوم. فعلا مش النحاس ده يعتبر عنصر اقل نشاط والسكنديوم ده يعتبر اكثر نشاط، فالسكنديوم يحل محل هيدروجين الماء ويتصاعد غاز الهيدروجين يشتعل بفقعة. سؤال رقم 6 اجريت التجارب التالية على الملح اكس، اعطاني محلول ملح مع محلول نشادر ابيض مغدر، يبقى انت كده هنا في الحديد الثنائي، واعطاني الملح الصلب مع حمض كبريتيك ابخره بنيه حمراء، يبقى انت كده في عندك شق النطرات، يبقى اذا اسمه ايه؟ نطرات الحديد 3 موجوده عندك رقم الف. سؤال رقم 7 عند اضافه وفره من محلول هيدروكسيد الصوديوم، خلي بالك بيقول لك وفره، الى كلوريد الالومنيوم، يبقى اذا ده هيديك رصب ابيض، وبعدين بعد كده ومحلول كلوريد الحديد 2، حديد 2 هيديك ابيض مخضر بس بيقول لك تعرضه للهواء، يبقى هيديك بني محمر. طب وهنا ده هيختفي الرصب، يبقى بعد فتره ايه؟ مش هيبقى فيه رصب غير بني محمر. تعالوا كده نشوف مع بعض سؤال رقم 8. سؤال رقم 8 بيقول لي التفاعل واعطاني معادله اكسيد الحديد المغناطيسي مع حمض الكبريتيك هيديك ملح ثنائي وثلاثي وميه. طيب يبقى اذا انا محتاج في ايه؟ ملح ثنائي وثلاثي، يبقى اذا ايه وبي؟ يبقى اذا دي خطا، وعندك يا اما ثنائي يا اما ثلاثي وميه، وعندك البي عمرها ما هتكون ميه، يبقى اذا ده برضه خطا، يبقى اذا ممكن تبقى ثنائي وثلاثي وميه. تعال نشوف، بيقول لك باضافه محلول هيدروكسيد الصوديوم الى كل من ايه وبي وسي على حده يتحول الماده ايه الى رصب ابيض مخضر، يبقى ايه ده المفروض ان هي رصب، وسي الى بني محمر، يبقى سي اللي هي عباره عن رصب، يبقى انت محتاج ايه ما تبقاش ميه وبي ما تبقاش ميه، يبقى انت كده شطبت رقم الف وشطبت رقم كمان د، يبقى انت كده هتختار يا باء يا ج. طبعا هنا ميه وهنا ميه صح، هو بيقول لك ان ايه ابيض مخضر، يبقى ايه ده حديد ثنائي، ايه حديد ثنائي، وعندك ده حديد ثلاثي ودي الميه فعلا، يبقى الاجابه رقم ج. سؤال رقم 9 ماذا يحدث عند إضافة حمض النيتريك إلى ناتج تفاعل نطرات الفضة مع ملح فوسفات؟ طبعا نطرات الفضة مع فوسفات البوتاسيوم هيديك نطرات البوتاسيوم وفوسفات الفضة، فوسفات الفضة ده رصب لونه أصفر بيدوب في محلول النشادر، يبقى إذا يزول الرصب الأصفر. سؤال رقم 10
يتشابه حمض الكبديك وحمض الفوسفوريك في كل مما يأتي ما عدا. طبعا هما مش أحماض تامة التأين، ليه؟ لأن الحمض ده يعتبر حمض قوي والحمض ده يعتبر حمض ضعيف، لكن الاتنين من أحماض ثابتة صح، ودرجة غليانهم مرتفعة. يبقى الإجابة رقم أ. السؤال رقم 11، كل الأحماض التالية لها نوعان من الأملاح ما عدا. كلمة نوعان من الأملاح يعني حمض ثنائي البروتون، ده يعتبر H2 حمض الهيدروكبريتيك H2S، ده يعتبر ليه نوعين عشان H2، السايوكبريتات H2، الكربونيك H2، النيتروز HNO3. طب يبقى إذا ده HNO3، ده حمض أحادي البروتون، إذا هو ده اللي هنختاره رقم ده. السؤال رقم 12، بيقول لي ينظر المشاهدات الآتية عن التحليل الكيفي لعينتين A و B للملح الصوديوم المجهول. ضفنا محلول مخفف من HCl للملح الصلب، يبقى أنت بتفكر في الأنيونات الست، لم يتصاعد غاز، يبقى أكيد مش حاجة من دول، والعينة B لم يتصاعد غاز، يبقى أكيد أنت كده في شق الكبريتات اللي هو بتاع حمض الكبريتيكو أو كوليد الباريوم. ضفنا المحلول المركز ضفنا محلول مركز من حمض الكبريتيك الى الملح الصلب، لم يتصاعد ولم يتصاعد، يبقى مش من ضمن برضه الاملاح دي، يبقى انت كده مش تبع ال HCl ولا تبع ال H2O4، يبقى انت كده رحت للفوسفات ورحت كمان للكبريتات. طب يبقى انا كده لو رحنا كده الاختيارات، مش هينفع الكبريتيت والكبريتين، مش هينفع الكبريتات والكبريتين، مش هينفع السايوكبريتات، يبقى زي فعلا كبريتات وفوسفات بس دي BO4. تعالوا كده نشوف الإجابة. السؤال رقم 13، بيقول لك أي من المركبات التالية يكون راسب وغاز؟ أدام قال لك راسب وغاز، يبقى أنت كده بتفكر في سايوكبريتات. طب يا مستر ما فيش سايوكبريتات، تعالى نكمل. وغاز عند تفاعل حمض الهيدروكلوريك المخفف، تعالى كده نجرب. أول حاجة لو أنت خدت كبريتيت هيديك غاز بس ما فيش راسب. طب بيكربونات، هيديك البيكربونات اللي ينحل وعندك راسب، طبعا هنحل الغاز ثاني اكسيد الكربون، وعندك ده راسب كوريد الفضه، يبقى الاجابه رقم ب. سؤال رقم 14، يمكن استخدام المحلول المائي لكاتيون الفضه اي جي موجب كاشفا لانيون مين؟ تعالوا كده نشوف في الاختيارات دي، تعالى كده نشوف. اولا انا عندي كاتيون الفضه، ينفع للكلوريد وينفع للبيكربونات، ما ينفعش للبيكربونات، يبقى الاجابه دي غلط. طب الكبريتيد ينفع، الفوسفات ينفع، اليوديد ينفع، ده راسب اسود، ده راسب اصفر، ده راسب اصفر، يبقى الاجابه رقم ب. سؤال 15، حمض الهيدروكلوريك اكثر ثباتا من الاحماض التي تشتق منها الانيونات الاتيه ما عدا. طبعا حمض ال HCl اكثر ثباتا ما عدا ده، طبعا لانه كاشف للكبريتين، كاشف للسايكبريتات، كاشف للكبريتين، لكن مش كاشف للكبريتات. يبقى اذا السؤال رقم الاجابه رقم ب. سؤال رقم 16، بيقول لك أجريت التجارب التالية على الملح W، حطينا محلول ملح زائد كلوريد الباريوم كون راسب لا يذوب، يبقى كده أنت بتفكر في الكبريتات. محلول مع هيدروكسيد الصوديوم أبيض مخدر، يبقى أنت كده في الحديد الثنائي، خلاص يبقى خلصانة، يبقى أنت كده محتاج كبريتات حي 2. خلي بالك سخنا الملح بقى وبعدين بمعزل عن الهواء، خلي بالك، يبقى كده كون أكسيد الحديد 3، أكسيد الحديد 2 بمعزل عنها، وتكونت مادة صلبة M. ما اسم الكيميائي للمادة؟ طبعا هنا بيقول لك بمعزل عن الهواء، يبقى إذا ده يعتبر أكسيد الحديد 2، لو قال لي في الهواء يبقى ده أكسيد الحديد 3، يبقى إذا هنا بمعزل عن الهواء يبقى اخترنا الاختيار رقم أ، لو قال لك في الهواء يبقى إذا اخترنا الاختيار رقم ج. سؤال رقم 17، بيقول لي أضيف 7 مول من هيدروكسيد الصوديوم لواحد مول من الألمونيوم، خلي بالك 7 مول معناها في زيادة أو في وفرة، يبقى زن ده يعني أكن عبارة عن زيادة 1 مول، يبقى زن ده الراسب هيحصل له إيه؟ الراسب هيختفي بس مش كله، يبقى زن هنا كون راسب وبعدين اختفى جزء منه، فالإجابة رقم د. لكن الأولى دي إذا كان مثلا 8 مول كان هيبقى في وفرة من الـ NH. سؤال 18، أي من أزواج المركبات التالية يمكن لحمض الكبريتيك أن يكشف عن كل من الأنيون والكاتيون؟ يبقى أنا عايز حمض الكبريتيك سواء بقى مخفف أو مركز. حمض الكبريتيك كاشف للكلوريد صح؟ وكاشف للنحاس؟ لا، يبقى دي خطأ. حمض الكبريتيك كاشف للنترات صح؟ وكاشف للبروميد؟ يعتبر كاشف للبروميد، بس خلي بالك يعني الاتنين، هو مش كاشف للنترات بس مش كاشف للنحاس. طب تعالى كده نشوف اللي بعدين، هو كاشف للبروميد بس مش كاشف للكالسيوم، فدي خطأ.
كاشف للنطرات وكاشف للرصاص، صح؟ كاشف لأنه هيكون كبريتات رصاص، كاشف للكلوريد وكاشف للكالسيوم، صح؟ يبقى الإجابة رقم جيم، إجابة رقم د. السؤال رقم 19، إحدى التفاعلات لا يمكن حدوثه في الظروف العادية، يعني كأنه ما بيحصلش عملية إحلال. تعالى كده نشوف السؤال رقم الإجابة مثلا إيه، رقم أ، هل هو HBr أكثر ثباتا من حمض الكربونات؟ آه، بس ده مش عبارة عن ده حمض مش مركز، يبقى ده مش الكاشف بتاعه. طب بيقول لي هنا حمض الكربونيك كاشف ده، وبيقول لي لا يمكن حدوثه، الأول ده يمكن حدوثه لأن ده أكثر ثباتا من الكربونات، و HCl أكثر ثباتا من الحمض الكربونيك، و HI أكثر ثباتا من حمض الـ HBr، لكن اللي ما ينفعش يحصل اللي هي رقم ب. سؤال رقم 20، ماذا يحدث عند إضافة محلول إضافة كلوريد الصوديوم؟ آدي كلوريد الصوديوم عندي، كلوريد الصوديوم إلى محلول بيكربونات الصوديوم وبيكربونات الفضة. طبعاً إيه اللي يحصل؟ هيتفاعل بيكربونات الفضة ويعطي راصد أبيض، يبقى إذن الإجابة رقم ج. سؤال 21، عند إضافة وفر من محلول هيدروكسيد الصوديوم إلى خليط من محلول كلوريد الألمونيوم وكلوريد الحي 2 حديث التحضير، هيكون راصب أبيض مخدر، لأن حديث التحضير معناه حديث ثنائي. سؤال 22، أجريت التجارب، حطينا محلول الملح لحمض الكبريتيك مخفف تكون راصب، يبقى أنت كده بتفكر في الكاتيون فضة زئبق أحادي رصاص. طب محلول الملح مع نترات الفضة، يبقى أنت بتفكر في الحاجات الستة، وقال لك أبيض يبقى ممكن يبقى كلوريد، يبقى ده اسمه كلوريد الكالسيوم، يبقى الإجابة رقم ج. سؤال رقم 23، يقول لك اكس وواي مركبان لا يزوران في الماء، يبقى دول رواسب، اكس رصب ابيض مخدر، يبقى ده هيدروكسيد الحديد 2. طب والتاني رصب ابيض جيلاتيني يذوب في الزياده، يبقى ده هيدروكسيد الالومنيوم. بكده يا شباب وبنات اتكلمنا عن حل نموذج رقم 3. اشوفكم المره الجايه في النموذج الجديد في التحليل الكمي، وفي الاخر ما تقولش الهم مع ماكسويل، الكيمياء باذن الله هتتلعب.